الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا كنشكرو الموقع الشمالي على الاستضافة. لقاء اليوم هو لقاء أساسي من اللقاءات اللي كتكون بها الغرفة، وهذا هو المواكبات والعمل على ما هو اقتصادي. فكنظن بأن استراتيجية عمل من استراتيجية ديال البحث عن المستثمرين، البحث عن أسواق جديدة. ففضل هذه الإكراهات اللي كتعرف في الدول العربية والإسلامية كان من الضروري الانفتاح على هاد الدول هذه. فهذا الملتقى اليوم اللي كيجي وكيتبناه مجموعة من الشركاء، منهم نت زاد، تيمسا، سيري، ووزارة الوصية، وزارة التجارة والصناعة والمنظمة، فكتجي في سبل البحث كذلك عن سبل كيفاش يمكن نعطيو التجارب اللي كتعرف بان مدينة طنجة اليوم ولات رائدة في المناطق الصناعية وفي المناطق الأخرى. فالتجربة المغربية هي تجربة ناجحة، والتجربة اللي يمكن الشركاء ديالنا عن كيفاش نبينوا هاد التجربة هذيك. كذلك كاين بعض الدول العربية اللي عندها تشريع جد منفتح، فهذا الأفق ديال السبل كيفاش يمكن نتحاوروا، كيفاش يمكن نشوفوا شنو هما يعني الحاجات اللي يمكن نستضيفها في التشريع ديالنا المغربي على هذه المناطق الاخرى. فكذلك كنطمحوا باش يكون حتى العلاقات اللي كان خصنا نسجلوها مع بعض الفرق المهنيه العربيه، وكذلك سبل البحث من لي رونكونتر بيسو، يعني لقاءات ثنائيه مع الدول العربيه ودول دونك رجال الاعمال الدول ديال جينا من الدول العربية ورجال الأعمال المغاربة. هذا كيتجلى إلا إن شاء الله باش يكونوا مستثمرين عندنا في المغرب وسيرتو في مدينة طنجة. كذلك الخلاصات اللي يمكن في جات الكلمة ديالي هو كيفاش يمكن هاد المشروع اللي بقى قديما اللي كنتوخاو منه كاملين كعرب، هو البحث عن اسواق جديده. ولماذا اسواق اللي وقعت في بعض الدول العربيه اللي وقعت مشاكل فيها، فكنظن بان هذه فرصه اللي كيفاش يمكن حنا نبحثوا على اسواق جديده ونجيبوا بعض المستثمرين هنا. شكرا.